السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. شيخ، الذي يجامع امرأته في القضاء. نعم. الذي يجامع امرأته وهي تقضي. إيه نعم. هل هو آثم؟ هل هي تقضي بإذنه أو بغير إذنه؟ بإذنه. بإذنه، نعم هو آثم، لأنه أفسد عليها صومها. لكن ليس فيه كفارة. ليس فيه كفارة عليها. وطبعا ولا عليه لأنه مفطر. لكن الفعل هو من الكبائر أو لا يدخل فيه؟ لا 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 أعلم فيه وعيدا خاصا، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص فلا يكون من الكبائر.